تعلمت من فضيلتك، اخاف انا قوي من الكلمه دي، اول ما تقول تعلمت من فضيلتك اعرف ان في بلوى جايه، ولا انا علمت ولا عملت ولا اي، اللي جاي ده استنى بس لما ربنا يلطف. تعلمت من فضيلتك اهميه العلم، لا انا قلت فعلا اهميه العلم، لا دي فعلا تعلمها مني كويس، وانه طوق النجاه، ايوه انا قلت كده، لا ده الله ده فلت مني الحته دي. طيب فما اتعلم الله، يعني انت كل الهرت اللي انا قاعد اهرته ده عبر السنين وما انتش عارف تتعلم ايه يا راجل؟ ده احنا قرينا الفقه 3-4 مرات، وقرينا احياء علوم الدين، وقرينا الحكم لابن عطاء، وقرينا حاجات، وفسرنا القرآن، وعمل هو في ايه؟ ماذا اتعلم؟ اول ما تتعلمه تتعلم الفرائض. الصلاة تصلي ازاي؟ هتروح تتوضى، اتوضى ازاي؟ بالجملة كده من غير تفتيش ومن غير أسئلة غلسة، يعني حاجة كده ايه بسيطة، يعني تيكت ايزي يا عزيزي، يعني خليها سهلة. فتتعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة، ده لو كان عندك فلوس. ما عندكش فلوس ما تتعلمش الزكاة، تعلم الزكاة، اتعلم المستحقين علشان تعرف انت ليك قد ايه. لكن يعني على كل حال اتعلم الفراغ بس وخلاص، مش عايزين منك الا كده. اتعلم التخليه والتحليه، كيف تخلي قلبك من القبيح وتحليه بالصحيح بالضربة. درب نفسك على انك تتواضع، على انك تحب، على انك انت تمنع نفسك من الرغبة والشهوة والحاجة اللي في ايد غيرك. وكيف اعرف انني حقا اتعلم بطريقة صحيحة وافهم ويسير في الاتجاه الصحيح؟ بالجملة وليس بالتفصيل، يعني ما تخافش، لأنك نشأت في ظل مجتمع مسلم، وهذا الكلام يقال عندما تنشأ في ظل مجتمع غير مسلم. قم تلاقي ما انتش عارف هو اللي انت تعلمته ده صح ولا غلط، موجود ولا غير موجود. لكن في المسلمين الشيوع وحضور الجماعات والجمع بيعلمك كثيرا منهم.